اخبار اليوم. واحنا طلبنا ايه؟ المرتشي يتنحى. بلاش طلب غير كده. وانا بقول لك الغي اللي مباراه الناس فيها ما غلط. وانا بقول لك والنبي الماتش الغي احسبه 2-0 لصالح الزمالك. لا انا بقول للمرتشي يتنحى. وقائع بشهود بتسجيلات من شركه عالميه دفعت مليون وكان فاضل مليون. انا هلتزم بكلمتي مع الدوله النهارده. مش هسمعكم تسجيلات. واحد. اثنين، هحترم النائب العام. البلاغ عند النائب العام. اللي عايز يعرف الاسماء والوقائع عند معالي المستشار النائب العام. اللي اعتقد هيبدا تحقيق بكره ان شاء الله. ما بنهزرش. اللي قبض واللي قبض واللي قبض اثنين. من غير مزايدات. وهم واخدين مهلة لغاية يوم الحد. الدولة هتتصرف والنيابة هتتصرف. لأن انتوا اللي هو سمعه لكم وهوريه لكم. ايوه يهز الرياضة المصرية في العالم. ايوه شركة عالمية متورطه. فأنا احتراما لدولة ومسؤولين كبار كنت قاعد معاهم دلوقتي ادي المهلة للدولة تتصرف مع المرتشي والنيابة تتصرف من ناحية جنائية. إنما لن نسمح بفساد. مش بهزيمة الزمالك. الزمالك يتهزم الأهلي يتهزم الأهلي مقلوب ماتشين. لن نسمح بفساد في الوسط الرياضي. لن نسمح بشركات عالمية جاية تشتري زمن في مصر. كلام واضح. البلاغ اتقدم لمعالي النائب العام. اللي عايز يتابع بالتفاصيل موجود عنه بالاسماء باليوم بالساعه باللبس بالشنطه لونها ايه؟ اللي اتحط فيها الفلوس اللي خد الفلوس كان لابس ايه؟ انما برضه بقول تاني احتراما للمسؤولين بتوع الدوله اللي انا قعدت معاهم النهارده. مسؤولين كبار جدا. واديتهم فرصه. قالوا لي جنائي بلغ للنائب العام وعملناه. احنا بقى كدولة لنا حساب مع الفاسدين. المهلة لغاية يوم الحد ان شاء الله. اذا انتهت. يعني اذا انتهت. ومن قبض رشوة لسه في مكانه. هجيبكم تاني يوم الاثنين. واسمع بقى العالم كله. بالتفصيل. فاتحين انتوا يوم الاثنين هتيجوا هتروحوا فين يعني؟ مش كده؟ يوم الاثنين فاتحين ما وراكوش حاجه. انما زي ما قلت لكم احترمت مع الناس اللي انا اتاخرت معاهم وقعدت معاهم دلوقتي. اللي سمعوا وشافوا وتاكدوا ان انا ما بهزرش ومش مسرحيه ومش رامي جتت. وقائع ثابته ومسجله. انما كل ما تتكلم يقول لك لن يختار الحكام. لا ما انت برضه ما تختارش بمزاجك عشان الاتفاق اللي انت بتتفقه مع الشركه العالميه ها؟ وبعدين تجي تقول لي ما تتكلمش، لا هتكلم. هتكلم طبعا. ان شاء الله باذن الله احنا قلنا مش هنلعب ماتش المحله الا اذا الراجل ده مشي. مش الا اذا اتعادلت المباراه او اتلغت النتيجه. انا في انتظار انه يمشي. وهيمشي. للاسف هيمشي، بالقانون هيمشي.